ماشاءاللہ آج ہمارے گھر میں رونق بخشی حافظ محمد بلال مدنی ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ کے حافظ ہیں اور ہمارے ماموزاد حافظ محمد عامر حیات اتاری ماشاءاللہ یہ بھی مدرسۃ المدینہ میں حافظ ہیں اور الحمدللہ میں بھی مدرسۃ المدینہ میں حفظ کیا الحمدللہ عز و جل تو آج ہمارے گھر میں یہ تشریف فرما ہے بلال بھی حروف تہجی کے اعتبار سے اگر ہم یعنی آیت مبارکہ کی ترکیب ہو جائے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ کوشش یہ کریں گے کہ حروف تہجی کے اعتبار سے آیت کے شروع سے ہم ترکیب کریں ہاں جز سے بھی شروع کرتے ہاف ہاف آیت سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں جہاں پہ بھولنے کی کوشش ہو یا بھولنے کی ترکیب ہو تو ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں جی الف سے میں شروع کروں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین با بسم اللہ مجرها ومرسها ان ربی لغفور رحیم تا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا سا. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون جيم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ما شاء الله ذلك لمن خشي ربه ح حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون خ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم دال درجات منه مغفرة ورحمة زال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين را ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين زا زجن للناس حب الشهوات من النساء والبنين سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع شين شين سي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صاد صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق بلال بالدعاء ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ظا ظهر الفساد في البر والبحر بما ينفع الناس على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم غين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ٹھیک پڑھیے نا جی ما شاء الله فبأي آلاء ربكما تكذبان قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين كاف كاف ها يا عين صاد ما شاء الله لام لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون نون
نون والقلم وما يسطرون. واو. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حمزة حمزة. الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله.